المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا المساء، وهذه أبرز عناوينه. بعد اجتماعها ظهر اليوم، الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تقرر مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدم دعما نقديا للمتضررين من فيضان النيل بالجبلين. المريخ يخسر في مباراة الكرامة أمام الزمالك المصري برباعية. أهلا بكم. عقدت الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، يتقدمهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وعضو مجلس السيادة الطاهر أبو بكر حجر، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية الميسرة للعملية السياسية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد. عقدت بالقصر الجمهوري اليوم اجتماعا تشاوريا تناول آخر تطورات العملية السياسية بالبلاد، لا سيما القضايا الفنية المتعلقة بعملية الإصلاح الأمني والعسكري. وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر في تصريح صحفي بعد تداول مستفيض، قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية تمهيدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، وذلك من أجل تلبية تطلعات الشعب السوداني في استعادة المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية ترفع المعاناة عن كاهل المواطنين. في الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت الموافق 1 أبريل 10 رمضان، اجتماع ضم أطراف العملية السياسية، تقدمهم قائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة السيد الطاهر حجر، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الافريقي وايجاد وبعثة الامم المتحده المتكامله يونيتامز. ناقش الاجتماع تطورات العمليه السياسيه والتي كان من المامول ان يتم التوقيع على الاتفاق النهائي خلال اليوم، ووقفت الاطراف على النقطه الوحيده حقيقه الرئيسيه المتبقيه، وهي نقطه متعلقه بقضايا فنيه في مساله الاصلاح الامني والعسكري. كما هو معلوم هنالك ورقة متفق عليها، هي ورقة الأسس ومبادئ إصلاح القطاع الأمني والعسكري. هذه الورقة حسمت مسألة المدة الزمنية وحسمت مسألة المراحل بتاعة الدمج والإصلاح، لكن هنالك قضايا فنية متعلقة بتفاصيل هذه المراحل الأربعة لم تكتمل حتى الآن. وعليه فقد قررت الأطراف الحاضرة بالإجماع العسكرية والمدنية أن تكثف من جهدها لحل هذه القضايا الفنية العالقة خلال الفترة من الليلة وحتى يوم 6 أبريل، وأن تعمل غاية جهدها لتكمل الاتفاق حول هذه النقطة المتبقية قبل 6 أبريل، وإذا اكتملت يتم التوقيع خلال يوم 6 أبريل. هذا هو القرار الذي اتخذ بالإجماع والذي تستعمل عليه كل الأطراف من أجل بلوغه. يعني قدمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنيل الأبيض مساعدات نقدية لعدد من المواطنين الذين تضرروا من فيضان النيل الأبيض بمحلية الجبلين، وذلك بالتنسيق مع منظمة أدرى بالولاية. وقال منسق المآوي بمفوضية شؤون اللاجئين مصعب طالب الله إن برنامج الدعم بدأ منذ العام الماضي، وذلك بتقديم مواد إيواء ومساعدات عينية بالمناطق المتضررة بالفيضانات بالولاية، مبينا أن الدعم النقدي المقدم الآن يستهدف 626 أسرة لبعض القرى والأحياء المتضررة بالمحلية، إسهاما في تأهيل وإعادة ترميم المنازل التي انهارت جراء الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المحلية. بتكون مرحلتين، المرحلة الأولى كانت عبارة عن تقديم مساعدات عينية، ونحن الآن بشغل تقديم المرحلة الثانية وهي مساعدة نقدية للأسر من أجل إصلاح وإعادة تأهيل المباني المتضررة.
زي ما تفضلت قلت إن العدد الكامل في الولاية بصورة عامة هو 1838 أسرة، وهنا تحديدا الآن نحن في صدد توزيع المساعدات لأسر مدينة الجبلين وهم حوالي 626 أسرة. البرنامج تم بدعم كامل من المدير السابق من اللاجئين وبمشاركة أو تحت مظلة مفوضية العون الإنساني للولاية ومنظمة عدن في الشريف. اندلع حريق هائل بمنطقة أبو دوم مروي مما أسفر عن خسائر كبيرة في أشجار النخيل والمغروسات، وبذل أهالي المنطقة والمناطق المجاورة وإسناد قوات الدفاع المدني جهودا كبيرة في السيطرة على الحريق والحد من انتشاره، وساعدت شدة الرياح على انتشار النيران وتمددها في مساحات واسعة، حيث شهدت ألسنة اللهب وتصاعد الدخان الكثيف من مسافات بعيدة، وقد تم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحريق. الجدير بالذكر أن ظاهرة تكرار حرائق النخيل والمغروسات بالولاية الشمالية عامة ومحلية مروي بصفة خاصة أصبحت هاجسا يؤرق المزارعين والسلطات على حد سواء، وذلك جراء الخسائر المادية الفادحة التي تخلفها الحرائق للنخيل والمغروسات التي يعتمد عليها معظم الأهالي في حياتهم المعيشية. وقف ميدانيا وفد اتحادي من وزارتي النقل والمالية على مشروعات مقترحة بمحلية وادي حلفة، من بينها الموقف الدولي للباصات السفرية لاستيعاب حركة الباصات المصرية، في وقت أعلن فيه مدير عام وحدة النقل البري والمعابر في السودان عن مشروعات أخرى مهمة سيتم تنفيذها بالمحلية. ضمن مسؤوليتها في إنفاذ مشروعات خدمية وتنموية بالولاية الشمالية خاصة محلية وادي حلفة، قامت وزارة النقل والمالية الاتحاديتين بزيارة للمحلية بغرض الوقوف ميدانيا على الجدوى وتفاصيل المشروعات للعام الحالي المتوقع منها والمقترحة. نحن في زيارة لمحلية حلفة لمواصلة المشاريع المتوقفة والبدء في المشاريع الجديدة الخاصة بالمحلية فيما يخص وحدة النقل البري والمعابر بالسودان. المشاريع حسنا نحن الآن على أرض الموقع بتاع الموقف الدولي للباصات الدولية، فإن شاء الله يعني في معية اللجنة المكونة لاستكمال هذا المشروع، فالحمد لله بخطينا فيه خطوات كويسة، وإن شاء الله بمجرد عودتنا حيتوقع العقد المكمل وحنبدأ فيه الشغل. وفي مجال المعابر الحدودية باعتبارها واحدة من المواعين الإيرادية بما لها من الأسباب والمعطيات كان لها من الزيارة نصيب وافر. بالنسبة لمعبر أرجين الحمد لله تم يعني في خلاص اللمسات النهائية مع منظومة الصناعات الدفاعية في تمويل وتنفيذ المعبر بشكل نهائي بإذن الله تعالى في حدود 18 مليون دولار. عندنا المشروع الثالث بدأنا في مذكرة تفاهم مع مصرف البلد في توصيل الكهرباء من المدينة إلى معبر شكيت، وراح يكون له أثر ومردود إيجابي لتعمير وتنمية منطقة شمال المدينة حتى المعبر بحدود 27 كيلو، هيشجع العودة الطوعية للخطة الإسكانية الموزعة للإخوة بالعودة الطوعية للم الشمل. مشروعات وفي حال تنفيذها من شأنها أن تسهم في تشجيع العودة الطوعية إلى وادي حلفة وتعميرها ضمن حزمة البشريات الإنسان المحلية والولاية. يعني مشروعات إنه هذه المشاريع كلها معتمدة في ميزانية 2023، ونحن حقيقة يعني هذه المشاريع هتكون إضافة حقيقية لمحلية حلفة والسودان عموما، باعتبار إنه هذه هي واجهة البلد وهي المدخل الشمالي للسودان. إن شاء الله تعالى يعني إحنا نتمنى إنه نلقي هذه المشاريع. مشروعات يتوقع لها أن تحدث حراكا تجاريا ومجتمعيا بالمنطقة التي بدأت تشهد تحولات إيجابية نحو مزيد من التنمية والإعمار. أحمد هلال الشروق، الولاية الشمالية.
انطلقت بمجمع وخلاوي عباد الرحمن لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالخرطوم مسابقة صوت القرآن في القراءات العشر، وتجدر الإشارة إلى أن مجمع عباد الرحمن يشرف على الكثير من الخلاوى والمسابقات التي تقام خارجه، ويهدف المجمع إلى إنشاء منصة خاصة بأهل القراءات الذين يتم جلبهم من الأقاليم ليتعلم الحفظة فيها القراءات المختلفة التي تمكنهم من معرفة القراءات العشر بغية إعداد قارئ متمكن يؤدي جميع القراءات بإتقان، حرصا على وقف التدهور الذي أصاب بعض القراءات. شهد المدير العام لوزارة البنى التحتية والمرافق العامة المكلف بالنيل الأبيض يوسف فضل المولى انطلاق صيانة وترميم الطرق الداخلية لمدينة كوستي، وقال مدير البنى التحتية بالولاية إن عملية الصيانة تأتي ضمن خطة الولاية للتنمية العمرانية، وتشمل طريق النصر من إدارة جامعة الإمام المهدي حتى تقاطع السكة حديد وشارع المزلقان، مشيدا بالشركة المنفذة على تنفيذها للعمل وفق الاشتراطات الموضوعة، مؤكدا على استمرار عملية التنمية بجميع المحليات. وختاما بالأخبار الرياضية، خسر المريخ السوداني آخر مبارياته مساء أمس بدوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك المصري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة باستاد القاهرة الدولي. بكر مصطفى شلبي بأسرع هدف في البطولة لصالح الزمالك، وأضاف ناصر منسي الثاني، وقلص العجب الفارق للمريخ لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف للزمالك. انتفض المريخ في الشوط الثاني وعدل النتيجة عن طريق الجزول نوح، وتقدم البرازيلي باولو سيرجيو للمريخ بالثالث لتعود الأخطاء الدفاعية للمريخ، وتمنح الزمالك التقدم مجددا عن طريق ناصر منسي بهدف تعادل ثالث، ليعود ذات اللاعب محرزا الرابع في الثواني الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك على المريخ بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة. بالنتيجة احتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بسبع نقاط، وحل المريخ في المركز الأخير بخمس نقاط. ويواجه الترجي التونسي اليوم شباب بولزداد الجزائري في مباراة تحدد صدارة المجموعة بعد أن تأهل الفريقان من المجموعة. ختام هذا المساء نعود ونذكر بالعناوين. بعد اجتماعها ظهر اليوم، الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الإطاري تقرر مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدم دعما نقديا للمتضررين من فيضان النيل بالجبلين. المريخ يخسر في مباراة الكرامة أمام الزمالك المصري برباعية. هكذا تكاملت نشرتنا لهذا المساء. لمزيد من التفاصيل والمعلومات زوروا موقعنا على الانترنت الشروق.net. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.